الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الجزء الثاني من الفيديو السابق عن سيطر، المقصد الموضوع سيطر على حياتك وسهلها عليك. أنت سيطر عليها وسهلها عليك. الله أعطاك هذه الهدية، إنه سلمك، قال أنت تصرف، علشان لما يحاسبك أنت تصرفت. لكن لما تقول قدر الله، هو فعلا قدر الله، لكن بمعنى إنه اللي أنا فيه خلاص هو اللي وقعني فيها الله، قدره هذا. هذا غلط. أنت تقول السبب اللي أنا فيه أنت، هو يقول ما أصابك من سيئة فمن نفسك، وانت تقول له ما أصابني من سيئة فمنك، انت قدرتها. وقدر الخير والشر، قدر المصيبة اللي انت فيها وقدر النجاة منها. قدر مصيبتك اللي انت فيها وقدر النجاة منها، كله قدر الله. انت بقيت سنة سنتين عشرة وتقول للناس الصبر الصبر الصبر، أنا صابر أنا صابر. الصبر اسمه غلط، عندنا تفسيره غلط. الصبر اللي اسم معناته التسليم لوضعك اللي أنت فيه، ما تغيره خلاص ولا تتصرف، لا تنسبه إنه يا ربي هذا قدرك، أنت قدرت هذا وقدرت غيره، أنا وقعت فيه من نفسي، زي ما قلت أنت من نفسي، ليس بفلان ولا الحكومة اللي مسوية هذا اللخبطة ولا الظروف. في الظروف هذه وفي أنظمة دولتك مهما كانت، في ناس نجحوا أنت ما نجحت، في ناس أكلوا الطعام اللي أنت أكلت أنت مرضت، هم ما مرضوا. لا تنسب لله، قل في شيء عندي مشكلة، يريد الله يذكرك، يريد الله أنت ظن هذا الظن تجد الحل. لكن تبقى 20 سنة وتقول أنا صابر، وأنت لست صابر، أنت جازع متسخط على قدر الله، لأنك تشكو هذا وتشكو هذا وتشكو تشكو، هذا الجزع التسخط. ما تفرق بين الصبر والتسخط والسخط؟ سخط من تراضي بالوضع، من تمبسط منه ما بتصبر عليه، لكن تقرأ الآيات على شيء مو صحيح. الصبر ليس هذا، ما دمت في الوضع تصبر، ولكنك تشوف مخرج، تعرف انه هذا مو خلاص تقنع فيه. يقرؤون لك القرآن ويقولوا لك الصبر والأمثل في الأمثل في الأنبياء والابتلاء من يعني شيم الصالحين. من قال لصالحين أغنياء وأثرياء ومبسوطين وما صلهم كدشة إلى الموت؟ سيدنا سليمان مثال، هب لي ملكا لا ينبغي لأحد بعد. سيدنا عيسى مثال، لم يصبه أي شيء، ليس دليل. في ناس نشروا وضربوا، نجيب هذه الأمثلة بس. ربنا يبتلي بالخير والشر، ليس بالشر بس، نحن في بالنا إذا جاء شر قلنا ابتلى من الله، أيضا الخير اللي أعطاك الله ابتلى. فأما الإنسان إذا ما أكرمه ونعمه، إذا ما ابتلاه فأكرمه ونعمه، ابتلاه فأكرمه ونعمه، ابتلاه فقدر عليه رزقه، كله يبتليك كذا ويبتليك كذا. المهم أنك تنجح وتعرف أنه منه وهو كذا، وتغير وضعك للأحسن براحتك. تجلس 10 سنين وتقول خلاص هذا قدر من الله، هو فعلا قدر، والغنى قدر، أنت رضيت بهذا القدر 10 سنين 20 سنة، بعدين يسألك ربنا إذا كنت فعلا رضيت ولا قاعد تشكو وتتمنى من قلبك أنك تخرج من هذا الوضع، أنت قادر، فقلت يلا خلاص قدر، والناس يمدحوك يقولوا قدر وما شاء الله صابر وما شاء الله الله يعينك والأجر كثير. كلمات صحيحة ولكن ليست في المكان الصحيح. فالمهم نحن في إيش؟
الجزء الأول الذي ما رآه يرجع للجزء الأول. لابد هو الأساس، هو فيه يعني الزبد الصحيحة، فيه الكلام مكتمل خلاص، هو لوحده مكتمل. لكن أضفنا هذا لنسمع قصص، جبنا قصص هناك يعني قصة أصحاب الأخدود وغيرها. والآن نذكر بعض القصص والأمثلة، لأن القصص عبرة لأولي الألباب. فمن ضمن القصص قصص الأنبياء كثر بكثرة كثير فيها، يونس عليه السلام وغيره، بس فهمها فهم صحيح. هذا التشويش جاء في كل شيء. أيضا في تشويش على قصة من القصص، أنه في ثلاثة أنفار راحوا مشوار، جاء مطر شديد، خشوا في كهف، دخلوا في هذا الكهف بشدة الأمطار، جاءت صخرة وسدت مكان الخروج، انتهى المطر، الصخرة موجودة، ثلاثة أنفار ما يقدروا فيها يدفعوها. فقالوا ما لكم إلا هنا، ما في اتصالات، ما في طريقة نسوي شيء إلا أن نلجأ إلى الله، أقرب إلينا من حبل الوريد، يعني خلاص ما يحتاج اتصالات ولا أي شيء، بس نتصل مزبوط، تعرف إلى الله في الرخاء يعرف كيف الشدة. الآن جاءت الشدة، كيف نسوي؟ قالوا نذكر ما سوينا لله، يعني توسلوا بالإيمان، مو توسلوا بأعمالهم كما يروج، لأنهم يقولوا في آخر الكلام يعني كل واحد يذكر حاجة مرت عليه. أنا ما أبغى أطول على أقص القصة طويلة، ولكن يذكر شيء سواه، يقول إن كنت فعلته لأجلك فعلته هذا العمل الصالح، إن كنت فعلته لأجلك ففرج عنا ما نحن فيه. كل واحد يقول إن كنت فعلت هذا لأجلك ففرج عنا ما نحن فيه، لأجلك ففرج عنا ما نحن فيه، يعني توسلوا بإيمانهم بالله ويقينهم على الله، مو بالعمل، لا ننكر العمل ولكن يكون لله، معناته بالإيمان. آمنوا وعملوا بدون إيمان مشكلة. فذهبت الصخرة وخرجوا. طيب هذه قصص الإيمان، لكن واحد ما هو مؤمن بالله إلا إيمان ضعيف، لو قال هذا الكلام أنا عملت الصلاة لأجلك وهو عملها وهو ساهي، ويل للمصلين الذين هم صلاة بسهم، ما ينفع. لازم تكون متصل وتقول صليت يا ربي لأجلك في التهجد، يقول لك طيب صادق، تشوف الأثر في الدنيا. لكن إذا مو كذا لا تشوف الأثر في الدنيا ولا في الآخرة. في الآخرة بلاوي متلتلة، إذا ما نفعك دينك في البلاوي التعبانة القليلة، المصائب البسيطة، مرض، فقر، نكد، هذه الأشياء ما ينفعك ترى في الآخرة. إذا أحسست هنا بالجحيم الصغير تحصل عليه في الآخرة، وإذا أحسست هنا بالنعيم والجنة من الدين فأعرف أنك تحصل عليها في الآخرة. إذا أحصلت بالنكد والبلاوي مع وجود التدين، راجع التدين، تدين في غلط، خدته من واحد غير معصوم، ما خدته من نبيك، هو اللي في الوسط قبل 1000 سنة ولا 800 ولا 700 ولا 600 ولا اللي يكون، ها، أو هم المجموعة هؤلاء ألفوا كتاب قال لك خذ عقيدة مضبوط 100%، وربنا حط لك القرآن عقيدة، هاجرت هذا ومشيت وراء هذا. مسألة إيمان بالله، لو أمي ما تقرأ ولا تكتب سهل،
الإيمان بالله سهل، ليس الطلاسم صعبة. التوحيد ما هو، اليقين ما هو، الإيمان ما هو، شيء صعب لازم أشوف لي واحد يعلمني إياه. الكتاب القرآن منزل لمن؟ منزل، لو مو منزل لك وتقدر تفهمه ها كان ربنا ها قال القرآن منزل للعلماء اذهبوا إليهم. طبعا نحن كيف نعرف العلماء؟ ما تقدر تعرف العلماء اللي معتمدين من الله عالم مش من غيره، ما تقدر تعرف، ما تقدر تشوف المظهر ما يكفي. طيب الباطل ما نقدر. فلذلك ما جعل الله واسطة، علشان يجي الإيمان ما جعل الله واسطة القراءة، حتى أمي لا يقرأ ولا يكتب يستطيع يكون من أهل الفردوس الأعلى الأعلى. ونحن نسمع أخبار أو آباءنا الأولين ولا أجدادنا كانوا يستسقون وهم في المسجد يسمعون على سقف المسجد زخات المطر، والسماء كانت زرقاء قبل أن يدخلوا المسجد. النساء والرجال يعرفون هذا الكلام، أمي يقولون العالم حقهم اللي يصلبهم خمس صلوات، الفقيه العالم الشيخ حافظ جزء عمه، كذا يقولوا. في الدول الأخرى يمكن عندهم كلمة ثانية، حافظ قليل يعني الجزء الأخير الرقم 30 هذا الشيخ. إذا قال كذا نزل المطر. لا يوجد مستشفيات في القرى إلا في المدن الكبار، وإذا جاء مطر أو إذا جاء مرض ذهبوا إلى الشيخ قالوا هذا تعبان هذا مريض هذا كذا كذا، يقرأ على ماء أو يقرأ عليه ويمسح وينام الصباح ما في مرض، ذهب المرض. هذا إيمان، لا حاجة في أصول الإيمان للقراءة ولا للكتب عشان تصير عالم لازم تقرأ تحفظ البتن الفلاني. إيمان بالله هو أقرب إليك من حبل الوريد. اتصل، عظم الله أكثر من غيره. إذا أنت عظمت غيره إنه كبير وقلت يا ربي اغفر يا ربي اكفني شر هذا الشيء، وأنت خايف منه أكثر مما خايف من الله، لن تحصل ولا شيء، لأنك مؤمن به. المرض والخسارة ولا العدو مؤمن به أكبر من إيمانك بالله، لذلك خوفك منه شديد. فما يعني لو فيروس صغير عظمته، الإعلام عظمه وانت زدت عظمته، الله فين اللي انت تقول تدعي الأوراد والأذكار؟ بس ادعيها كذا انه يعني روتين، انه لازم إذا هذه الأوراد موجودة يصير تنجو منه ويدخل فيك الفيروس ولا يضربك العدو، وبعدين تيأس من الدين وفي ناس يلحدون. ليش؟ لأنه ما ألحد من الدين، ما الحد بسبب الدين ولا ترك بسبب الدين. الدين لا يمكن يتركه صاحبه، لا يمكن. عشان كذا قال الله سبحانه وتعالى من يرتد منكم عن ديني، غلط، قال من يرتد منكم عن دينه، اللي كان عليه هو مو ديني، فسوف يأتي الله بقوم متدينين يحبهم ويحبونه. هناك اللي ارتد عن شيء ما في حب، هذا دينه، ديني دين الحب، عشان كذا اللي ارتد مع السلامة هذا دينه. سيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه بدالكم يلي ما كنتوا تحبونه، بس تقولون خايفين من غير الله، نبغى الله يحمينا، يعني أخذين الله خدام يقضي لنا حوائجنا ويزبط لنا أمورنا، ما زبط لنا أمورنا تتركنا.
نقدر نضحك على الآخرين ونضحك على أنفسنا ونسوي نفسنا متدينين. سهل، هذا دينك، دين الله والحب. لا إله أله يأله، شوف تفسيرها، شوف شرحها، يوتيوب الشيخ عندنا موجود، مو زي أول صعب المسألة. شوف أله وله، توله القلب، ما في أحد يتوله بقلبك إلا ربك. هذه لا إله إلا الله. يقول له معبود عبد، عبادة الحب، عبادة هي الحب، حب الله. وإذا حبيت واحد سويت اللي يبغى، يعني تصلي صلاة فيها حب، لما تقول الله أكبر كل ما هو غيره أصغر، حبك له ولا شيء ينفع يضر، لا إلا الله. عشان كذا هل تخطر في وانت في الصلاة يخطر في بالك بيت، عمارة، ملايين دولارات، هذا كلها تحت هو أكبر. نحن ضيعنا هذا الموضوع، ضيعناه، انطمرنا تحت وفوقنا كتب ضخمة، نظن الهداية في غير كتاب الله. هم أخذوا من كتاب الله وهم متبعين، ونحن متبعين للناس السابقين بكيف، ويدعي زي ما يدعي، أنا أتبع زيه. ليش؟ الدين لمن؟ الدين لأناس محدودين يعلمون الآخرين؟ ليش كذلك؟ إذا في مسألة صعبة أسأل واحد أعرف مني خلاص، وأقول له شكرا جزاك الله خير. لكن أرتبط به ارتباط كذا مرة واحدة أكثر من الأب والأخت ومن الرسول ومن الله؟ لا. عشان كذا نحن في بلبلة، الدين بسيط سهل وإحنا عقدناه. ولا بسيط سهل، ما تحتاج هذا الكلام، خلى لك كتاب واحد وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال أنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس، إلى قيام الساعة، عرب ولا عجب، أنت الوحيد تبين للناس ما نزل إليهم. إذن في حاجتين، أنزلنا إليك شيء حتى تبين للناس ما نزل إليهم، خلاص. طيب وش الباقي؟ هذا هذا كله الباقي أنت حر، وبعدين موزعين ونتخاصم مع بعض، ليش؟ هذا رأيه غير هذا، هذا رأيه غير هذا، هذا رأيه غير هذا. لو كله كتاب الله وسنة رسوله نتفق، ما عليش أنت قلت والله حط اليدين كذا، طيب وهذاك الثاني حط اليدين كذا، نجلس جنب بعض الصحة ولا شيء، والثالث قال حط اليدين كذا، بعد من شغل نجي في الإيمان، الله 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 الله، حتى في الله نحن لخبطنا. طيب معلش خليك على حالك وانا على حالي واحنا اصحاب، لكن اخذ الاذى والضرب معك، انا اعتبرك كافر وانت معتبرني كافر، هذا معتبر نفس كافر، اذا كله كفار. ها فهذه قصص، ها نرجع للقصص، لازم نخرج شويه ولكن فيها خير. فهذول الثلاثة قال إن كنت فعلته لأجلك ففرج عنا ما نحن فيه، فرج الله، فرج. لكن من يعبد الله على حرف، على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، قال الله على ربنا ما بيحلى منه. بعضهم كمان وبعضهم لا، يقول هذا مني، أنا عندي مهارات وكل شيء، شوف كيف وصلت لهذا المكان، ما يشكر مني. وإن أصابه شر انقلب على وجهه، قال ربنا ما أدري كيش، يعني ينسب الشر له ولأقداره، وينسب الخير لنفسه ولمهاراته. ونقول خلاص متدينين مع هذا الفكر ومع هذه العقيدة، ما يصلح، ما يصلح. واحد ثاني رجل كان مسافر، أخذ عفش وماشي في
ما في شارع في الخليان والبراري، وجاء الجبل ماشي من عند الجبل كذا إلا ويشوف سحابة جات، فرح ما أول ينظر للسحب. دحين نصدر المهم راح طالع في السحابة قال الحمد لله خير كثير، إلا والله جات بين جبلين شعب يسمونه الشعب أو الشعيب، فجاءت على هذا ونزل المطر على الجبال والجبال نزلت على هذا المجرى الذي في الوسط اسمه الشعب، وصارت المياه تمشي. لكن سمع في السحاب في, في, في السحابة مع تجمع السحب وصلت لهذه المنطقة بالأوامر ماشية، ما يحتاج، ما في شيء تنظيم دقيق عند الله. فالمهم سمع في السحابة اسقي حديقة فلان اسم كذا خاص، ما دام في علاقة خاصة في كل شيء خاص. اللي يشوف حياته ملخبطة يعرف ان الدين اللي معاه ملخبط، تدين، فمن ارتد منكم عن دينه ليس دين الله، يحبهم ويحبونه الصحيحين. فالمهم هذا صاحبنا استغرب صوت سمعه، معناته هو كأول شيء رجل صالح وأراد أن الله ينبهه ويساعده، وكمان أراد يعني فهمه شيء كثير، رسائل الله موجودة في الكون. شوف في فيديو يقول الله يحدثك، الله يحدثك لي على مدار الساعة، تعلم زي ما تعلمت القراءة وعرفت تقرأ، ها الصيني يحدثك ما تفهم لين تتعلم الصينية مثلا، أنا دائما أجيب الصين، الهندي يحدثك وأنت ما تدري شو يقول، لكن إذا تعلمتها تعرف. أيضا الله يحدثك، تعلم لغة الكون. فيديو آخر، اكتب الفيديوهات هذه وراجعها بعدين، ازداد أنوار وازداد أسرار وازداد خيرات وازداد بركات مجانا من الله. المالك هو الله والمعلم هو الله، علمناه من لدنا راح علما، يعلمك الله من لدن، من جاء بك إلى هذه القناة الله، ويجيبك للقناة ثانية ويعلمك الله. فقال له اسقي حديقة فلانة، ومشي مع السحابة، مشي مع المطر، الآن خلاص نزل المطر ومشي الوادي. يلا قال شوف فين رايح هذا، لازم أعرف هذا الرجل اللي السحاب جاله خصوصي تمسك فيه. واحد عنده مليون مليارات، كل واحد يحب يتعرف عليه، هذا نوع ثاني. فالمهم راح ورس مشي 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 والسير قاعد يتحرك، حتى شاف من بعيد متجه المطر إلى واحد بعيد كذا، شافه بالمسحاة، المسحاة يعني خشبة فيها حديد لشغل الأرض. فالمهم صاحبنا مشي ناس مطر هذا السير، وجدوا متجه له، وهو قد مجهز يعني عارف انه بيجي شيء، انا مسوي اتصالاتي عارف كل حاجة. فهذا جاء له الا والله المطر مشي في نفس المزرعة حسب ما هو مسوي المجرى من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، وهذا شغالة على طول، تجي له سحابة خاصة وفي مزارع في ناس اخرين الان تعرف. فالمهم والله ما شاء الله راح قال له أهلا، حب مع اللي ما أجرى السحابة ومعاه وكلهم يحبوا واحد أحد، وكل واحدة الشغلة البشر كلهم الآن سوينا انفصال، أنا الحال هذاك الحال وهو الحال. الله يرسل له رسالة وما أدري قابلها وتجي رد ولا لا. المهم
حائسه ما وضعنا حائس الله استر. فالمهم راح له قال له انا سمعت في هذا السيل الماء سمعت في السحابة التي هذا ماؤها نداء صوت يقول اسقي حديقة فلان. أنت فلان؟ قال أنا فلان. قال أهلا وسهلا. إذن طبعا هذه زيادات من عندي. إذن ما تفعل؟ كيف جاءك هذا الوضع؟ مهو بما عمل، بمن عمل له، لا لخبط. هنا في لخبطة، يقول لك لأنه يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا. لا، لأنه يفعل كذا لله ويفعل كذا لله ويفعل كذا لله حقا. فهذا قال له والله كنت إذا جاء الحصاد خلاص الثمر طلعت أخذتها جزأتها ثلاثة أجزاء، جزء صرفته ببيع ولا بتوزيع للفقراء أو بعته ووزعت فلوس أمواله للفقراء، ما كان في فلوس طبعا، وزعوا للفقراء والمساكين والمحتاجين من اللي حوله، ما يجيهم مطر هو يجي. وجزء جعلته لي ولأهلي، خزناه عشان يمشينا سنة، ثلث ثلث ثلث. والثلث الثالث اشتريت ببذور واشياء وغير اشياء سماد مثلا، اي شيء تحتاج المزرعة، هو عاد خبير تحتاج المزرعة، اخذته يمشيني لمدة سنة، واكلي يمشيني مدة سنة، وهذولا وزعته عليه. انتهت. قال الا هذا؟ قال الا هذا بس. ايش؟ لله، ما همه أي مخلوق آخر. فشوف الخصوصية مع الله، أنت تستفيد حالا وفورا، وليس إما يؤجلها لك ولا يجيك. أنت لو رحت للحاكم الحكام الكبار وقال لك أمر أي شيء تبغاه، أو لولدك جلست جنبك ما شاء الله كبر، أمر أي شيء تبغاه، قال لك أبغى الشيء الفلاني، أي شيء حاضر أبشر، أنا أي واحد يطلبني أعطيه، دوني أستجب لك. طيب هات بغاها دحين؟ قال له استنى شوي. طيب بكرة مو مشكلة، ممكن بكرة تجي أمك عاد ولا الوزير حقه تشرح له، ممكن هذا خلاص وعدك انتبه ممتاز 100% بيديك، بس ممكن بكرة بعد بكرة بعد سنة بعد ما تكبر بعد ما تتزوج، ممكن كمان حتى لو موت تندي أولادك. معقولة في حق المخلوق؟ فكيف تصير صارت، مو كيف تصير صارت مخلوق معقولة في حق الخالق؟ فكما تظن يجيك، انت تظن كذا خلاص ما تجيك دعواتك حسب ظنك، ما تحصل لك دعواتك بعد 50 سنة 100 سنة، تجي رايح المكان في الجنة بعدين يقول لك لا خذ هذه، أنت تبغى كذا، أنت ظنك كذا حسب برمجة جاتك. وكتاب الله هو المهيمن على كل شيء، حتى على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه مو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يمكن رسول الله يقول كلمة واحدة 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 معارضة لكتاب الله، لأن ربنا زكاه، قال ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذا جاءك معارضة لا تقبل، وإذا فسرها أحد وصدقته هذا ظنه وإنت صار ظنك، وإذا ظنك خلاص خلاص الحديث على رأسنا كله، ما نعرف نصلي إلا به. ولكن أعطاك كمان مخ تستخدمه، قال أنزلت هذا القرآن وأرسلت لك رسول يبينه لك. فهذا مثلا، هذا علاقة مع الله، اسقي حديقة فلان، يجيك شيء خاص.
أي شيء تبغى. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، مو ألف مرة ولا خمسمائة مرة ولا أي شيء، قال النبي مرة. ما يمدي يسوي أشياء كثير. عصارة المعدة تدمر، التقمه الحوت، التقم إذا التمق تبق التقم سمكة أكبر من الإنسان هذا، هي وعظامها راحت بسرعة. قال لا إله إلا سبحانك إنك خلاص. وكذلك ننجي المؤمنين، يعني مو بالألفاظ، إذا الألفاظ أنت أخذتها أنت تسوي لك، لا، كذلك كذلك مثل ذلك. الحالة اللي فيها يونس إذا جات عندك تحصل فورا، مو يأجلها بعد. كذلك ننجي المؤمنين، كذلك يعني نفس السرعة، نفس السرعة، ما في شيء مؤجل، نفس السرعة. أنت طلبت في الدنيا، إذا قابلت الله بعدين في الآخرة شيء ثاني. أصلا ما أبغى حل مشاكل، أنت مضامن لنا كل حاجة، ما في شيء. دخلت الجنة خلاص. التفاسير غريبة. المهم لا إله إلا أنت سبحانك إنك كنت ظالمين، لحظة سريعة كذا قالها، بس إيش حالتها؟ إيش هي؟ لا إله إلا أنت، أنت الإله. لا أله حبة، لا محبوب عندي غيرك، هذا واحد. ما قال نجيني، سبحانك أنت عظيم منزه عن كل شيء وعن كل خطأ، إن كنت نسبت لك شيء أنت منزه. إني كنت من الظالمين، أنا ظالم، أنا المسؤول. ما يقول قدرت علي أجلس أدخل في السمكة، فإذا أصبر. نبي ما صبر، يعني هو جزعان؟ لا، ما عارف القوانين صح، ما في وسيط شرح له. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، خلاص لحظة طيره، أنجاه وجبلس نبات ورجع جلده اللي بدأ فيه الحرقان وحوال صعبة، صار زي ما كان، ورجع لقومه وأسلم 100,000 أو يزيدون. أول ما كان فيه ولا واحد نفر، تاب فتاب الله عليه. طبعا توبة مو زينا، نحن توبتنا احنا عندنا بلاوي متلتلة، احنا عنده شعرة كذا صغيرة زاحها، مو معناته عنده شعرة استجاب بسرعة. لو عندك بلاوي متلتلة، اصلا قال لك الله في القرآن يا ابن آدم، ما في أعمال، شوف، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، قراب الأرض خطايا، أتيتني بقراب الأرض خطايا. أنا أكرر عشان ركز، لأنه دحين صرنا نفهم على الطائر ونسرع الفيديو ونسوي كل شيء، نبغى نأخذ نلقط ونمشي. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني، أتيتني لا تشرك بي شيئا، أتيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي. إن الله، قرآن، طيب بلاش، إن الله لا يغفر ما دون ذلك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا ما يحتاج، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، مو لمن يشاء، هو افترى هذا، يغفر ما دون ذلك، أنا أغفر لك أنت لا. صار دخل في المشركين، حتى لو ما كان عنده شرك برضه تحت مشيئتي أنا وسيطرت فيه، أبغى أغفر أغفر ما أغفر أغفر. إحنا ليش نتصور الله مرعب؟ لمن يشاء هو، أنا فتحت المجال بحري زي ما نقول إحنا، فتحت المجال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك مرة لمن يشاء. أنا فتحت لك الباب، تدخل انت شئت، ما تدخل برضو ادبرت، ما انت مشرك، طيب بعدين ما تبغى الله، انشغلت بشهواتك وبراويك وبأديان
دينه. بكيفك ما جيتني، أنا فاتحة الباب. عشان كذا يا الناس تسأل عن الاستغفار، حط حلقة فيديو على الاستغفار. استغفار، قول استغفر الله، بس أول اعرف من تستغفر هو. تستغفر مين؟ اعرف الله، آمن بالله، بعدين قول الله ما اغفر لي، تكفي خلاص. خلاص فلسفة اللي نشوفها في اليوتيوب اتركها خلاص. أول آمن بالله، بعدين قول اللهم اغفر لي، وتأكد أنه غفر لك، وإلا معناته أنت تشك في الله، شك في الكتاب الذي أنزله. هو يقول لك استغفروني، بعدين ما يستغفر، ما يغفر لك، تأكد أنه غفر، بس اعرفه وآمن به. زي كأنه الحاكم قال أنا أعطيك الشيء الفلاني وما أعطاك إياه، هذا لما يكون حاكم شيء ثاني، لكن لما يقول لك خذ وتعرف انه خلاص، تعرف انه اي شيء وعد فيه يعطيك. ايمان بالله، ثقه بالله رقم واحد، بعدين تجي العبادات تضبط زي الحلاوه، تضبط اخلاقك وتعرف كل شيء. كثير اشياء لما يجي الايمان اول تضبط معنا كثير اشياء، الصلاه، الصوم، الحج، كله يطلع ممتاز، وتستفيد من دين الله، وحياتك يعني يبث فيها الخير والبركة والنعيم والراحة والطمأنينة والسعادة. أول اعرف ربك، اعرف نفسك واعرف ربك، صنعة الله واعرف ربك. هذا لا إله إلا سبحانك إني كنت من الظالمين، يعني أنا المسؤول، أنا مسؤول. صلح الداخل، شيل الظلم، الافتراء، المشي وراء غير الله ورسوله، ولو بسم الله ورسوله، خليك مع الله مصبوط. أمي ما تقرأ وتكتب تزبط معك الحالة، ليس حاجة لأمور كثيرة. في فيديو عن إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. شوفوا كثير أشياء وكثير قصص، وشوفوا أنتم في الماضي، في الفيديو السابق والحالي، والنت مفتوح، كرامات، معجزات حصلت للأنبياء وللصحابة، ليس خصوصي. الله ما يعطي قصص للتسلية، يعطي قصص لتحفيزك. كل ما اقتربت منه أنا أسوي زي ما تبقى أنت. اقترب من الحاكم، سير عندك صفات أخرى، تجي عند إمكانيات، الناس يدوروا لك، تقول تكفى عندي معاملة، عندي سواء، ساعدني، لأن قربك منه فصلك أو قبل لا تصير عنده ما حد يطالع فيك. ليش؟ عندك إمكانيات. نفس الشيء أنت، اقتربت من الله تتغير أحوالك، اقتربت من أي شيء ما له دخل، أديان أخرى، لا نقول أديان، ما في إلا دين الإسلام هو صدق، بس في النص في ناس فسروا، شرحوا، سيطروا، ليس كلهم، في صالحين طيبين، في غير صالحين، انت ما تعرف، الظاهر تعرفه، الظاهر ليس دليل، الباطن ما تعرفه، فلا تضيع. الدين بسيط سهل، اقرأ القرآن يوميا وتجد الأسرار والأنوار والبركات، لأنه لك، ليس الواحد بعدين هو يشرح لك إياه. دخل في ذهن الناس هذا الشيء 1000 سنة. شوف القرون الثلاثة اللي قال خيركم قرني ثم الذي ثم الذي لي، يعني ما في كتاب كتب إلا بعد الدولة الأموية. يعني في الدولة العباسية الكتب، الحديث والفقه والعقائد، بعدين صار فيه، ولا هذيك ما يعرفون. صحيح البخاري ترى عرف متى؟ عرف سنة 400 هجري في وسط الدولة العباسية، نسخة واحدة كانت موجودة
يقرأها فلان يقرأ. مات البخاري أظن 200 هجري 200، وصحيح وما نعرف إلا بعد 200 سنة، أول ما فيه زي دحين انتشار بالبي دي إف وانتشار بالمطابع وانتشار بالسيارات تنشر، كان مجموعة 3-4 أنفار هم عارفين الكتاب وخلاص مؤكدي ومؤكد أنه أنا أخذت البخاري من فلان ووقع له عليه ولا خلاص نشر هذا الكلام عنه، صار هذا 3 أنفار، 3 بعدين 4-5-6-7-10 إلين صاروا الناس يدورون في صحيح البخاري، والدين يضعف. قبل 200 سنة الدين في العالي. سيدنا عمر بن الخطاب كان يخطب الجمعة وفي جيش أو بعض من الجيش موجودين في فار في العراق، كان في العراق، ويقول اقرأ بعدين كشف التلفزيون الرباني أمامه سارية، واحد اسمه سارية بن حصن أو بن محصن، سارية يقود جيش وفي الوادي وخالفه عاد الفرس وهم قلة مساكين، كشف قدامه وقال يا سارية الجبل الجبل، ما في ميكروفون ما في اتصال ما في أي شيء، سمع سارية هناك، وسارية جال في خيل يجري مع الناس اللي معاه بدون تلفزيونات ولا شيء، سمع عمر الخطاب يقول يا سارية الجبل الجبل، ويطلع على الجبل من فوق، صاروا هم وانتصروا. اتصل، معجزات سموها، يعني انت تعجز الله بس مسويها لفلان وفلان وفلان وانت لك معجز، سوال فلان عشان يقول لك كل من قرب ها نعطيه ونكون يعني الكون تحت خدمتك، انت خلي كونك تحت خدمتك، سيطر على حياتك وسهلها عليك، فيديو بأمور بسيطة بس جمد قلبك وتيقن الشياطين والوساوس تقول لك لا لخبط مدري ايش واللي حولك، انت امشي كذا زي القطار، خليك يشوف من هنا ومن هنا، والناس يرمون عليه طماطم يرمون عليه اشياء مثلا، ما هم المطر ينزل ماشي في طريقه اذا يوصل للمهدف. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.